مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام كبار. كل دقيقتين و11 ثانيه بتحصل حاله طلاق في مصر. اتخضيتوا؟ انا كمان اتخضيت. هو حقيقي الرقم مرعب. انتوا متخيلين ان في خلال الفقره بتاعتنا بس بتحصل 7 حالات طلاق؟ هنتكلم اكتر عن موضوع الطلاق واسبابه، بس خلونا الاول نرحب بزميلي محمود. مساء الخير عليك يا محمود. مساء الخير عليك يا فيروز، ومساء الخير على مشاهدينا اللي بيتابعونا في كل مكان. فعلا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ومع ذلك فمعدلات الطلاق في مصر في زياده مستمره. فنلاحظ ان في 2010 كانت بمعدل حاله طلاق كل 3.5 دقايق، فضلت تزيد لحد ما وصلت لحالة طلاق كل 2 دقيقة و11 ثانية. النهاردة عايزين نتكلم أكتر عن ارتفاع معدلات الطلاق وأسبابها، فخلينا نقول كده يا محمود، تفتكر إيه السبب الرئيسي أو السبب العام وراء ارتفاع معدلات الطلاق في مصر؟ هو في أسباب كتيرة بتندرج تحت القضية دي، بداية من معدلات التضخم الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر. فأصبح البيت المصري بيستغنى عن احتياجات أساسية، وده عمل مشاكل كتير. تاني حاجة مثلا هلاقي استقلالية المرأة، فأصبحت المرأة مثلا بتشتغل زيها زي الراجل وبتقبض زيها زي الراجل، بلس إن عليها مسؤولية البيت ومسؤولية الأولاد وتعليمهم ومتابعة الدروس والرياضة، فأصبح بيعمل عليها لود كبير. ده طبعا بيمثل ضغط كبير جدا عند المرأة انها تبقى شايلة، يعني بلس ان هي كمان بتشتغل زيها زي الراجل، وممكن تكون كمان بتساهم في مصروف البيت، لا هي كمان بتغسل وبتطبخ وبتودي دروس وبتودي تمارين، فده طبعا بيعمل لود جامد ممكن يأثر على انها تاخد قرارات سريعة وانفعالية. وفي برضو يا محمود عندنا تأثير السوشيال ميديا مش عايزين ننساه، وتأثير التكنولوجي طبعا، ان احنا بنبقى قاعدين في البيت عندنا ماسكين موبايلاتنا في ايدينا، حتى الاطفال ماسكين التابلتس، فبالتالي ما فيش اي نوع من انواع التواصل الاسري، فما بنتكلمش حتى مع بعض. طبعا ده غير كمان ان احنا عندنا ممكن اكون انا مثلا بتفرج على صوره حد منزل صوره مع مراته، او واحده منزله صوره مع جوزها، بص انا بقارن حياتي بيهم، بقى اقعد اقول بص بقى مبسوطين ازاي، انت ليه ما بتعملش معايا كده؟ عشان سعداء والمقارنات بتبتدي. بالظبط. وطبعا احد الاسباب الاساسيه برضو تدخل الاهل في الحياه الزوجيه. بدايه بقى من خلي بالك من جوزك، شكله بيبص بره فهتدخل الشكوك، وحوش قرشين من ورا مراتك، اصلها مسرفه فبتعرف وبيحصل مشاكل، الى الحاجات الاعلى. بالزبط. في الاعلى في الاعلى. وانا عايزه اقول لك كمان استكمالا لموضوع السوشيال ميديا محمود، احنا في كميه نيجاتيف انرجي بناخدها لما بندخل مثلا على المواقع اللي هي بتقعد كل واحده تحكي عندها مشكله كذا، لا انا اكتشفت ان جوزي بيخوني، انا اكتشفت كذا، بلاقي نفسي غصب عني عقلي الباطن بيمتص كميه نيجاتيف انرجي، والاقي نفسي انا كرهت الرجاله وكرهت الدنيا، وممكن اطلع الكبت اللي عندي اللي انا اخدته ده على جوزي فيعمل مشاكل ومشاكل كبيره. بالظبط. بالظبط. طبعا في حاجة تانية أساسية كمان، الزواج في سن مبكر. ليه بقى؟ بيكون الشخصين غير ناضجين كفاية، فده بيعمل مشاكل في الاختيار في حد ذاته. أنا ما بكونش ناضج كفاية فبختار شخص ما بيلائمنيش فكريا، ما بيلائمنيش ماديا، ما بيلائمنيش معنويا، ما بيلائمنيش حتى في طريقة الحياة، فده بيعمل مشاكل، بيؤدي إلى أن اللي بيبقى الحل السريع فكرة الطلاق. بالزبط. وحتى لو الاختيار خاطئ، يعني بغض النظر ان الاختيار خاطئ، ممكن لو الشخص ناضج ينجح العلاقه، بس لا ما ده ما بيحصلش. بالظبط. فبيكون الحل الاسرع ان هو ايه؟ الطلاق. وبالتالي دول بيحتاجوا بقى توعيه، يعني هم حتى لو متجوزين في سن صغير اكيد، طيب خلاص اوكي اتجوزوا في سن صغير، بس على الاقل محتاجين توعيه من الاهل، يعني لازم الاهل يقوموا بدور في الحته دي. توعيه من الاهل، وممكن كمان يبقى في دوره تدريبيه للمقبلين على الزواج بياخدوها قبل فترة الزواج، يعني ده بالزبط. ده رأيي. أنا عندي بقى برضو حاجة كمان اللي هي نقدر نقول عليها expectations versus reality، اللي هي الحاجات اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك، عارف اللي هو لما اجي اشتري حاجة أنا توقعاتي هتبقى عاملة ازاي، لكن هلاقيها في الواقع عاملة ازاي. فبالظبط ده اللي بيحصل في الجواز، ان انا قبل الجواز انا بتفرج على افلام كتير طبعا، افلام رومانسية، بحب اقرا روايات، فانا متوقعة الجواز كله ان احنا نقعد نضرب بعض بالمخدات فالريش يطير، فالحياة بقت حلوة قوي، ندخل نطبخ نرمي بعض بالدقيق، واللي هو عارف انت الحياة دي، فيلم رومانسي يعني. انا
متخيله كده، بس انا مش متخيله ان الحياه زي ما فيها لحظات حلوه كتير فهي فيها ups and downs. يعني عندنا مطبات اكيد هتقابلنا في حياتنا، وبالعكس انا شايفه ان المواقف الصعبه اللي ممكن تقابلنا في حياتنا دي حاجه حلوه، دي حاجه ممكن تقوي العلاقه اساسا مش تضعفها. يعني انا اللي يثبت لي ان الشخص اللي قدامي بيحبني ان انا اتعرض لموقف فلاقيه واقف جنبي واقف في ظهري. فلازم يا جماعه نتخيل ان الحياه مش كلها لحظات حلوه وبس، اكيد بتعدي علينا لحظات يعني وحشه كتير، واللي هيبين لنا الحب ويثبت لنا الحب ان احنا نقف جنب بعض اكتر. طبيعي، دي شركه في الحياه فلازم هنتحملها مساوئها بخساراتها بنجاحاتها، دي شركة بين شخصين. طب خلينا يا محمود نتكلم بقى أكتر عن موضوع مهم جدا، وهو الراجل وتحمله للمسؤولية. الراجل وتحمله للمسؤولية، ممكن بقى في مثلا يعني زمان كان الولد في بيته بيبقى مسؤول عن أمه وإخواته، وبيبقى يعني الأب بيديله جانب من المسؤولية. أصبح يعني في الأيام دي لا، الولد بيبقى متجاب له كل حاجة. بالظبط. فأصبحت العملية سهلة إن أنا علاقة، أنا مش تعبان في أي حاجة عشان أتعب في إن أنا حافظ على العلاقة الزوجية أو البيت اللي أنا بنيته وتعبت فيه. بالظبط. أنا أعرف ناس يا محمود يعني الأب بيجيب الشقة وبيجيب العربية كل حاجة وبيتوسط له عشان يشتغل، فاللي هو ممكن ينقله العروسة، فاللي هو ما عملش حاجة، هو جاي ضيف، هو جاي ضيف بس. بالظبط كده. فبالتالي هو اتربى ممكن شوية على الأنانية برضه، هو بيفكر في نفسه، ففكرة ان هو يدخل في مسؤولية فجأة ويتفاجئ دي حاجة بالنسبة له صعبة جدا. يعني ان مع أول مطب ما بيقدروش يعدوا بالعلاقة بتاعتهم. يعني أنا عايز أحكي لك على موقف. أنا ليا واحدة صاحبتي، هي ربنا يشفيها يا رب، هي اكتشفت انها عندها كانسر وبدأت علاج كيماوي، وهي مخطوبة. خطيبها حاول بقى طبعا اول ما عرف ان هو يسحب نفسه بس يبين لها ان هي اللي غلطانه، عارف انت الاحساس ده. فاللي وهي في المستشفى وبتعمل كيماوي يكلمها في التليفون يقول لها انت مش مهتمه بيا، يعني هي المفروض تهتم بيه في الفترات دي، المفروض تهتم بيه وهي بتعمل جلسات علاج كيماوي. فقالت له يعني انا اهتم بيك ازاي، انت المفروض انت اللي تهتم. يقول لها هو انا بقى هجري وراكي في المستشفيات؟ انت متخيل؟ انت متخيل ده لسه في يعني، وكويس الحمد لله انها ما دخلتش في جواز بقى، انت متخيل ده كان هيوصل برضه في الاخر الموضوع على البر لطلاق يعني. بالظبط. فما فيش اي نوع من انواع تحمل المسؤوليه للاسف. طبعا انا مش بعمم يعني، اكيد خالص مش بعمم، بس الفكره ان يعني الجيل يمكن مختلف عن جيل زمان شويه. احنا زمان ما كناش نسمع عن موضوع الطلاق ده خالص لو تفتكر. كان زمان ان البيت زي ليه حرمه، وان العلاقه يعني يعتبر ليها كأنه بيت بسقف، ما بجيش مهما حصل مشاكل أنا بجيش ناحية حتة ننهي العلاقة. كان دايما طبيعي مشاكل في كل البيوت، ولحد دلوقتي مشاكل في كل البيوت، بس كان زمان لا، ما ينفعش. كنا بنسمع حالة طلاق نستغرب اللي هو اتنين اتطلقوا يعني ايه. تمام. فكان زمان مختلف عن دلوقتي بكتير. طب تفتكر ان هل استقلالية المرأة دلوقتي ممكن تكون هي اللي أثرت على الجزء ده، خلت عندها شوية ثقة انها يعني ان انا شايلة برضو مسؤولية واقدر اشيل مسؤولية مش معتمدة بشكل كبير على الراجل؟ ممكن عامل مؤثر كبير طبعا. يعني بقت دلوقتي في زي ندية، مع ان الاساس مثلا او اساس العلاقة ان ربنا خلق امنا حواء من ضلع من ابونا ادم عشان يساعدوا بعض، ان هي شركه، هي مش اتنين بينافسوا بعض، هي شركه بين اتنين احنا بنحاول ننجحها بكل طاقتنا ونحافظ عليها ان احنا نكسب منها ونتجنب الاخطاء والخساره، نقف جنب بعض، هي شركه بين اتنين. بالظبط. بالظبط عندك حق. بس يمكن حته استقلاليه المراه دي برضو احنا بنواجهها عندنا في المجتمع الشرقي احيانا. بعض الرجاله بيبقى عندهم غيره من حته ان الست ممكن تبقى واصله لمنصب، فيبدا بقى يحس بالغيره، يبدا تحصل مشاكل، ممكن المشاكل دي توصل لطلاق. معايا ولا انت هو يعني انا رايي ان الراجل القوي والواثق من نفسه والكويس، بالعكس انت بتتمنى لشريكك ان هو يبقى احسن حد في الدنيا. ده لازم، ده بينجح العلاقة. لكن أول ما تدخل الغيرة بين الزوجين خلاص
بالظبط بالظبط. هي الفكره ان احنا لازم يا جماعه نتشارك في كل حاجه. يعني لو حته استقلاليه المراه فعلا ان الست بتشتغل فلازم يعني الراجل كمان ما هو بيشتغل والست بتشتغل، طب على الاقل لازم نقسم الواجبات المنزليه بقى، ما دام احنا الاثنين بنعمل نفس الحاجه وانا بساهم في البيت وانت بتساهم في البيت، طب على الاقل مثلا خلاص انا مره اذاكر للولاد انت مره تذاكر للولاد، انا اودي التمرين مره انت تودي التمرين مره. في كتير بقى ما بيفهموش الجزء ده، ولا انا بجيب لكم فلوس وبشتغل ويروح البيت يقعد مرتاح. هي بتبقى من يعني برضو احد الاساسيات ان التربيه من البيت، هو طبعًا. ربوه على ايه؟ طب احنا مضطرين نختم بقى مع محمود عشان وقت البرنامج خلص. طبعا في النهايه هنوصل لحاجه واحده، ان المفاتيح العلاقه الزوجيه الناجحه المسؤوليه التقدير الثقه، هم دول اللي بينجحوا العلاقه الزوجيه. بالظبط يا محمود، واحب اقول ان الحياه صعبه بما فيه الكفايه، فيا ريت نهونها على بعض يا جماعه، وحياه اسريه دافيه وحب هم اللي بيهونوا علينا الحياه. وخلصت حلقتنا، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي زي دلوقتي في حلقه جديده من برنامج كلام كبار.